يا كريم، صباح الخير. بصبح عليكي كمان يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدين ومشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا 10 الصبح في الأهلي، علشان أكون متواجدة معاكم من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة لنقل كل الأخبار المتعلقة سواء بكرة القدم أو الأخبار الأخيرة طبعا في الوقت الحالي. خليني في البداية أقول يعني لكل الأمة الإسلامية كل سنة وكلنا طيبين. خلاص يعني بدء العشر الأوائل من ذو الحجة، وأيام بتفصلنا عن عيد الأضحى مبارك. كل سنة طبعا وكلنا طيبين، ويا رب كده يتقبل منا صالح الأعمال. خليني أبدأ طبعا يعني النادي الأهلي كرة القدم. أكيد خلاص النادي الأهلي لكرة القدم أغلق بالفعل يعني صفحة دوري أبطال أفريقيا، وبدأ التركيز يعني في الدوري المحلي اللي كمان مارسيل كولر بدأ بالفعل يعني التركيز في التدريبات بعد العودة لمصر، طبعا استعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة 16 في بطولة الدوري الممتاز. كمان يعني عقد مارسيل كولر محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق الميران للحديث طبعا عن يعني تحديات الفترة المقبلة، خصوصا في مباريات الدوري المتبقية طبعا للنادي الأهلي. خلينا بقى نتكلم شوية عن يعني اختبارات الناشئين اللي فيه كمان يعني إقبال الحقيقة كثيف جدا من قبل يعني المتقدمين الاختبارات وأولياء الأمور بالتحديد طبعا في فرع مدينة نصر. يعني خليني أقول كمان أنه انضمام للصفوف طبعا القلعة الحمراء ده شيء مهم جدا بالنسبة يعني لكل المتقدمين أكيد لاختبارات النادي الأهلي. يمكن كمان منذ ساعات قليلة بالفعل بدأت اختبارات اليوم في فرع مدينة نصر بحثا طبعا عن مواهب جديدة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. يعني حرص كمان بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالتواجد في الفرع من أجل طبعا متابعة آخر مستجدات الاختبارات، وبدأت الاختبارات من يوم السبت الماضي ويعني وهتستمر إلى يوم الجمعة المقبل. كمان معايا خبر مهم جدا الحقيقه تألق يعني لاعبي الاهلي في منتخب مصر وبالتحديد طبعا كهربا في اخر مباراه بعد تقدم منتخب مصر على جنوب السودان بثنائيه في الشوط الاول. يعني مباراه كانت على استاد القاهره في اطار يعني استعدادات المنتخب الوطني لمباريات تصفيات امم افريقيا 2023، والهدف الاول كان عن طريق اسيست من محمود كهربا في الدقيقه 19، والهدف الثاني كمان كان عن طريق محمود كهربا. تألق طبعا ملحوظ كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي، وكل التوفيق أكيد كمان لمنتخبنا الوطني الفترة القادمة، وكل التوفيق للاعبينا لاعبي النادي الأهلي المتواجدين طبعا مع المنتخب. بشكل سريع خليني أنقل لكم طبعا الأجواء هنا في النادي فرع الجزيرة. يمكن الأعداء من الأعضاء مش كتير قوي أكيد بسبب الأجواء، يعني يمكن الجو النهاردة حر شوية، ولكن المتواجدين هنا في النادي يمكن منهم اللي بيشتغل على اللابتوب، منهم اللي بيتناول وجبة الإفطار، منهم اللي كمان يعني منتظر أولاده يبدأوا التدريبات، ومنهم اللي كمان يمكن بيلف التراك. دي كانت أهم وأبرز الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع يعني الجزيرة. بشكركم وعودة ليكم مرة ثانية. احنا بنشكرك على التغطية الممتازة دي كالعادة، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة روزان النصر. عايزين بقى نشوف المراسلين برضو في